علو 100 متر. وأشجار الزيتون في الجانب الآخر، معروفة المنطقة هنا بإنتاج أجود أنواع الزيوت. مقاهي للجلوس والاستمتاع بهذه المشاهد الخلابة الطبيعية، في شلالات أوزوت انتعشت الحركة السياحية اليوم بكثرة الزوار. المنطقة التي فعلا تستحق الزيارة. المجرى المائي أو الوادي الذي يتشكل من الشلال ينطلق هنا في هذا الفج العميق، حيث توجد منطقة سياحية معروفة هاواي، وتتجه المياه نحو الجبل في الأمام لتمتزج بالوادي القادم من بيلويدان. الله، انتقلنا إلى الضفة اليسرى لشلالات أوزوت لنستمتع معكم برياضة صباحية في هذا الممر الجميل. جنب الشلال منطقة أوزوت هنا معروفة بشجرة الزيتون المباركة، أيضا التين والعنب والتوت. هنا فضاء للرياضة بامتياز وللاستمتاع بأجواء الهواء النقي الصافي. نسمع خرير المياه ولله الحمد متوفرة في المنطقة. لا تتوقف المياه في شلالات أوزوت. نحن هنا في القمة، كل زائر لمنطقة أوزوت يستمتع ب هذا الوادي الذي لا تنقطع مياهه. وبظلال ممدودة تتوفر مسارات في كل مكان. والاستمتاع بالمشاهد الرائعة. على الشلال من أعلى ومن أسفل.
نحن هنا في القمة، حيث تتدفق المياه عبر هذه المستويات الأربعة. سبحان الله الخالق البارئ المصور. يتشكل الوادي في الأسفل، يتجه نحو منطقة الشلالات أو إيموزار في الأمام. هنا قمة الشلال من الضفة اليسرى، هنا المياه في كل مكان، المشاهد الطبيعية الخلابة، تسر الناظرين، قد يستمتع الإنسان هنا في مقاهي خاصة لها ديكورات مميزة كهاته النافورة. المقهى يوجد بالقرب من مجرى الماء المتجه نحو قمة الشلال. منطقة أوزود معروفة بهذه الحديقة الرائعة المزينة بأشجار النخيل والحوامض وبالعشب الأخضر. المنطقة فعلا هنا لرياضة المشي الصباحية في مختلف الفضاءات الخضراء. استمتعنا هذا الصباح الجميل في منطقة أوزود قرب المجاري المائية وأيضا في فضاءات خضراء. منطقة أوزود يستمتع فيها الإنسان بكل المشاهد الجميلة، قرب المجاري المائية وأيضا في فضاءات خضراء. ندعوكم لزيارة منطقة أوزود، فهي ممتعة طيلة أيام السنة، حيث أن لاحظوا السماء زرقاء إلا من سحب قليلة، والمشاهد ممتعة تبهر النظر. جولة بين المقاهي والمتاجر، متاجر الصناعة التقليدية بمنطقة أوزود.